لكرات التونة ورح نعمل كمان معها تغميسة التارتار. رح يكون بدنا كوب أرز مسلوق ومبرد، نص كوب جبنة تشدر مفتتة أو ميكس تشيز زي ما أنتوا بدكم، أي أنواع عجبان متوفرة عندكم، ولكن المهم أنها تكون تمغط. وعلبة تونة كبيرة مصفاة، رح يكون بدنا تلت كوب من الجزر المبشور وناعم كتير، رح يكون بدنا بصلة مفرومة ناعم كتير وبيضة مخفوقة، وأيضا رح يكون بدنا بياض بيض عشان نغلف الكرات الموجودة عنا، ورح يكون بدنا ملح وفلفل ورجلة من الكسيح وزيت للقلي. رح يكون في عندي قلي غزير. تمام. أما بالنسبة لتغميسة التارتار واللي هي رح تتغمس معاها هاي الكرات، رح يكون بدنا كوب من المايونيز، 2 ملعقة كبيرة من المخلل المفروم ناعم، 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم أيضا ناعم، 2 ملعقة كبيرة من الفليفلة الحمراء مفرومة ناعم، وملعقة صغيرة من البصل المفروم الناعم. تمام. هيك احنا قاعدين عم نشوف على الهواء شركاء مطبخ يوم جديد الكسيح بكل منتجاته المختلفة، وأيضا المنتجات الجديدة واللي هم السيرب اللي موجود عندهم، سيرب الشوكولاتة وسيرب الفراولة. وتحت هلأ كمان شو راح نشوف من شركاء مطبخ يوم جديد. أنا بحب هاي الفقرة كتير، بحب لما يبدعوا بالجاليري ويعملوها، أعتقد كمان بحبوها كتير شركائنا. تمام. رح أوطي شوي الزيت من هون لا أنا أخلص من الخلطة، أنا هدول أوريدي قليتهم. هلأ رح أفرجيكم كيف رح نعمل الكرات ورح نقليهم مع بعض. وأيضا بحب أوجه كل التحية والشكر لكل حدا عم بتابعنا على صفحة لايف الفيسبوك ليوم جديد، رح أكون عم بقرأ فيها أنا، وأيضا المخرج رح يساعدني عم نقرأ بالجاليري. يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح كل حدا، ريهام يغمور يسعد صباحك، أم العبد وأم محمد وأم ثامر كلكم يسعد صباحكم، وأيضا ملك يسعد صباحك، صباح الخير يا شيف، يسلم أيديكي يسلم أيديكم كلكم. لما يا رب هيك تطبقوا دول الوصفات وتفرجوني إياهم تبعتوا لي إياهم على الصفحة عندي. تمام. أوكي، رح نبلش أول إشي بالوصفة الأولى واللي هي الكرات. أنا وطيت النار، حاسة إني أوطيها كمان شوي نتوفة عشان الزيتات تضلهم بخير وسلام. تمام، عشان ما ينحرقوا. رح يكون بدنا أول إشي رز، الرز حبة قصيرة عشان أنا بدي إياه يفغص، أوكي؟ ولازم يكون هيك مبرد، شوفوا كيف، بس هيك أجي أفغصه بدي إياه يكون بفعص، أوكي؟ وراح أحط هون بمقدار تقريباً كوب، كلياته رح يكون يدوياً الشغل، لأنه الموضوع فيه عجن. وأيضاً رح يكون بدنا الجزر المبشور، يسعد صباحك يا ملاك العدوان، وأيضاً راح أفرجيكم كيف البرش. إذا ما كان في عندكم جهاز بتقدروا تبرشوهم يدوياً، هلأ أفرجيكم بالمبشرة، ولكن لازم تكون ناعمة واللي هي هيك. تمام، بدي إياها تكون ناعمة، وببرش برش بهذا الشكل، كتير بطول الموضوع بس لازم تكون بهذا الشكل. تمام، مش مقصوصة قص، لازم تكون مبشورة بشر بشر برش، يعني مبشورة ولا مبروشة إيش تحكوا. يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح كل شخص بكتب لنا بالتعليقات على صفحة الفيسبوك. هلأ انا بقرأ شوي شوي كمان منهم. طيب هيك رح انزل الجزر والجبنة انا حاطه هون ميكس تشيز. تمام، مش حاطه جبنه بس التشيدر، جبنه التشيدر هي الجبنه اللي بيكون لونها كثير غامق زي هاي، شوفوا هاي جبنه التشيدر، كل ما كانت الجبنه غامقه زي هاي، هي شوفوها هاي تشيدر لحالها، هذه ميكس فيها مجموعه من الاجبان مع بعض. ليش حبيت اني اعملها ميكس؟ اخف طعما. تمام، ما بديها تكون كثير ثقيله، هذه راح احطها على الخلطه عندي هلا يلا. تمام، ممكن ننزل عندي الجبنه، وبعدين راح احط شويه فلفل، راح احط البصل، وبعدين راح اصفي من تونه الصياد واحطهم معي بالوصفه. تمام، هي عندي بصل، ما كترت كثير بصل لان البصل اللي عم نستخدمه هون بصل ني زي كيف سلطات، بس ما بدي كثير يكون طعمها من جوا كثير يكون فيها الطعم البصل قوي. نجيب تونه الصياد ونفتح واحدة،
وبدنا نصفيها. تمام، يا وهي المصفاي. انا صراحة بهاي الوصفة بحكي لكم انه لازم 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 تصفوا الزيت اللي موجود، مش لازم يكون موجود عشان تضلها متماسك معاكم الوصفة الكرة زي ما هي، ولما تقلوها ما تيجي تفرض. تمام، هي هيك احنا صفيناها كثير منيح. ننزل عندي التونة، راح افتح علبتين. اوكي، هي العلبة الاولى، ناخذ العلبة الثانية، وبعدين راح املح، وهيك بيكونوا الكرات جاهزين للعجن. هلا نعجنها، اهم شيء انه ما يكون في عندي زيت. تمام، وبتقدروا تستخدموا بهاي الوصفه التونه اللي بتكون فيها المي، ولكن برضه بدكم تصفوها كثير منيح. المهم انه ما يكونش في عندي زيتاتها، نخلي زيتاتها مع حالهم. تمام، هيك صار عندي اول خطوه جاهزه. نلبس الكفه ونبلش نكور. برضه رح استعمل بهاي الوصفه بنقدر نستخدم اكثر من نوع من انواع الارشله الموجوده بالكسيح، في وحده حاره وفي وحده مش حاره، رح افرجيكم الفرق عليهم هلا بشكل الكرات. هذه الارشله الحاره وهي الارشله المش حاره، هيهم شوفوا. انا كثير حبيت صراحه شكل وطعم السمكه هيك، هيهم. تمام، هاي الحره هاي المش حره، شوفوا احلاها الحره كيف هيك عشان فيها لون احمر، رح اخليها زي هيك. وهلا بفرجيكم كيف من جوا بتكون اول ما تطلع من القلي. تمام، يلا نعجن. يلا راح نبلش نعجن. كل المكونات بدي اياهم ايش هيك يكونوا بيفعصوا على بعض، وقد ما بتفعص قد ما احسن، عشان هي الهدف انها تكون متماسكه. الناس اللي ما بيحبوا التونه، يعني بعرف انه في ناس بيحبوا طعمها وبيحبوا كل شيء فيها وعندهم استعداد ياكلوها سلطه مطبوخه، الناس اللي ما بيحبوها تحديدا ومثلا الاهل بيحبوها مثلا والاولاد ما بيحبوها، اعملوا هدول الكرات ولا حدا رح يعرف انه هدول تونه، لانه كل النكهات بتكون مختلطه. التونه كثير مفيده خصوصا للاطفال، شوفوا كيف بلشت تفعص معي، هو ده المطلوب. تمام، بهذا الشكل. هلا راح اجيب صحن وافقس فيه البيضه، راح اخذ بياضها واغمس فيها عشان تتماسك كلياتها معي. هلا في عنا خيارين، تمام، بتقدروا تحطوا بيضه مفقوسه هون وعادي تطبخوها مع بيضه، وهون بتقدروا انكم ما تحطوا البيضه من الاساس، هون انا حاطه البيض وهون هلا ما راح احط البيض. بكل الاحوال المهم عندي القوام تاع العجنه يكون متماسك. اوكي، هلا هيك انا صار في عندي الخيارين مع وبدون بيض. هلا راح اجيب زبديتين، واحده راح احط فيها البيض وواحده راح احط فيها الارشله، لانه راح اكور واغمس بالارشله. هاي الارشله العاديه. تمام، هلا بنعمل كمان بالحره، وهذا هيك هلا. طبعا بزبط، عم بيسالونا اذا بزبط انه نخلطها بمحضره الطعام، اسهل واسهل، بس اللي ما عندهم هيك باليد هو الحل الامثل. تمام، رح استخدم بياض البيض فقط لتغليف الكرات. حضرت الطعام رح تطلعها بتعجن كثير منيح. تمام، اوكي، هيك عندي البياض صار جاهز، بس ضل اكور ونقلي. هلا شو بنقدر نحمي النار على الخفيف، لازم الزيت يكون حامي بس مش كثير حامي، خاصة إذا رح تحطوا جواتها بيض، عشان احنا بدنا البيض اللي جوا كمان إنه هو يستوي. تمام، يلا نبلش نكور. هاي
شفتوا كيف قد ايه سهل؟ هي الكرة الأولى راح نحطها بالبيض، وبعدين راح ننزلها بالقرشلة هيك، خليها تتكور من كل الجهات. ليش استخدمت هون شوكة؟ عشان ايش؟ باقي البيض ينزل. اوكي، نحطه بالقرشلة ونغرقها. هي عندي أول كرة صارت جاهزة، نحني عشان نقدر نبلش بالقلي. اوكي، يلا نعمل الكرة الثانية. يعني هي شوي بتاخد وقت، بس كمان هاي شغلة بيقدروا يشاركوا فيها الأطفال. إذا الأطفال بحبوا يشاركوا أشياء بالمطبخ بيقدروا يشاركوا بهدول. تمام، بدكم تتأكدوا إنهم، استنوا شوي الكفة كبيرة بس شوي، نكورها هيك وتتأكدوا إنها مفعوصة. هذه الطريقة الأولى. هلا بدي أفرجيكم إشي هيخليها تطلع نار وشرار، برضو اختياري. تمام، نقيمها نحطها بالقرشلة ومنغمس. طيب هلا شوفوا ايش بنقدر نساوي. في هون كفوف سمول عشان نقدر نسيطر. هي هون كفوف سمول احسن. هلا في اشي، يعني هي هيك حركة بسيطة ولكن بتصنع فرقا كبيرا، واللي هي اذا كانت محشية نفسها بالجبنة. بدي افرجيكم كيف بصير لما تيجي تعض عليها من جوا بتكون كلياتها جبنة دايبة، واللي هي طبعا أسكى. وبتختاروا نوع الجبنة اللي بدكم إياه، زي ما حكيت لكم التشدر تعتبر من الأجبان اللي بتكون تقيلة، ولكن مع هاي الوصفة بتشهي. رح أخذ شوية نوران من العراق، صح؟ يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح كل حدا عم بيصبح علينا. المخرج عم بيحاول يقرأ لي من التعليقات عشان إذا أنا كانوا إيدي مشغولين هو عم بيساعدني، فشاركوا معنا بالتعليقات. تمام، هي شوفوا كيف صار من جوا إيش فيها جبنة. عادي نحطها هلأ ببياض البيض ونرجع نحطها بالقرشلة. تمام، بدي أميز هاي الحبة عن باقي الحبات عشان أفرجيكم إياها من جوا كيف تطلع. عن جد كتير كتير شكلها بجنن من جوا. يلا بدي أقليها. أوكي، يلا بسم الله. لحد ما يحمى شوي الزيت نعمل لنا كمان واحدة، بعدين راح أبلش بالخلطة اللي راح نغمس فيها اللي هي التارتار. طبعا انتم بتقدروا تغمسوها بالاشياء اللي انتم بدكم اياها، باربيكيو صوص بزبط، كاتشب بزبط، ايش انتم اشياء بتحبوا تغمسوا، خردل، مايونيز، زي ما انتم بدكم بزبط. اوكي تمام، هلا هيك هاي بدنا نعملها كمان وحده بالجبنه. طبعا احنا هلا بالفاصل نطلع نكمل قلي كل هدول. وايش رح نعمل؟ نرجع نحطها بالبيض ونحطها بالقرشلة. تأكد إنه ما في بيض زايد عليها، ما تخلوا هذا ينزل. أوكي، حاولوا إنكم قيموا. بعدين نحطها بالقرشلة. تمام، هاي بنقليها آخر إشي. هلأ كمان شوي نطلع فاصل نعمل الخلطة تاعت التارتار، ومنه بنكون عم نقلي بنفس الوقت. بس بدي أفرجيكم اللي هي الحشوة، بس نقليها كيف بتطلع. طيب شو رأيكم نعمل، بما انه الزيت لسه مش كتير حمي، نعمل لنا الخلطة اللي راح نغمس فيها ونكمل قلي لاحقا. اوكي، يلا هنبدأ. هنبتدي، راح يكون بدنا اول اشي فكرة البيضة مش موجودة بالصحن، هلا بتكون سقطت. تمام، أول إشي راح أنزل عندي شوية مخلل. المخلل لازم يكون مفروم ناعم، هاي ما بتزبط على محضرة الطعام. تمام، هذه لازم تنعمل باليد عشان إحنا بدنا حبيبات المخلل يضلهم موجودين، بديهم يكونوا مبينين. أوكي، هيهم شوفوا كيف هيك حبيبات، وما راح أكتر كتير بس بدي تنتين. أوكي، هيشوفهم أحلاهم هيك بدهم يكونوا مفرومين.
ايوه مفرومات بحب. تمام، بعدين راح انزل شويه بقدونس، تمام، وبعدين راح انزل شويه فليفله حمراء برضه بدها تكون مفرومه ناعم، وراح انزل بصل، وبرضه ما راح اكتر بصل عشان ما بدي يكون طعمته كتير قويه، تمام. واخر اشي راح احط المايونيز، تمام. نقدر هون نحط شوية ليمون، كتير بلبق الليمون مع ال، لا هدول، هاي التارتار طلعنا فيها الوصفة. إذا بتحبوا ترجعوا لهاي الوصفة بتقدروا تشوفوها على الإعادة أو على اليوتيوب أو على صفحة الفيسبوك ليوم جديد، تمام. حط شوية ليمون، بعدين راح أحركهم مع بعض، وهاي هي بتكون الخلطة، تمام. ما سمعت الاسم. مها يسعد صباحك، رجاء ايضا، وادريس بيصبح علينا، يسعد صباحك جميعا، يسعد صباحكم كلكم. بحب انه انا اقرا اسماءكم صراحه كلكم، فهيك حبيت الخطه. تمام، هي التغميسه عندي صارت جاهزه، راح احطها بوعاء للسكب ونكمل القلي. بس قبل ما نطلع فاصل كثير ضروري انه انا بدي اقلي لكم هاي الحبه اللي جواتها جبنه واقسم لكم اياها عشان تشوفوا قديش شكلها بشهي. هيها لحد ما نسكب هاي. تعالوا معي، تعالوا تعالوا معي بسرعة بسرعة. هاي التغميسة، تمام، خفيفة لطيفة ومفيدة. نزينها بشوية بقدونس من فوق عشان هيك تطلع، بس شوية خضار، اوكي؟ تمام، يلا هلا نخلص الحبة الحلوة عشان افرجيكم اياها من جوا. طبعا انا ايش راح تولع ايدي هلا لما افرجيكم اياها، تمام. هذول كلهم هلا راح نكمل قليهم اثناء الفاصل، بس لازم افرجيكم هاي الحبة. حاسه لازم البس كفوف حراره عشان اقدر افرجيكم اياها من جوا، تمام. يلا افرجيكم اياها، لازم احطها على صحن. استنى شوي اجيب صحن عشان يعني حراره اليد مش راح اقدر اقسمها في ايدي. يلا هاي هون بالصحن، بسمعكم كمان صوتها قديش من برا مقرمشة، شوفوا لي هلا من جوا كمان واسمعوا لي، سامعين؟ شوفوا كيف من جوا الجبنة، تمام؟